بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا راح تكون عن كيفية التعامل مع البيج داتا، يعني الداتا سيت، باستخدام المشين ليرنينج، واللي هو تقريبا مقارب للداتا مايننج. يعني حاليا لما نجي على التكنيكس اللي تستخدمها الداتا مايننج وعن الالجوريثم للمشين ليرنينج، راح يصعب علينا إيش أن نفرق بيناتهم. يعني يمشون بمسار واحد فقط، إنه المشين ليرنينج هي تكون الآلة، تعلم الآلة، يعني هي تقوم بالعمل، والديتا مايننج ممكن إنه إيش، ممكن إنه الهيومن يتدخل بعمليات العمل، يعني بعملها. كذلك إنه المشين ليرنينج او كديتا مايننج ممكن ان تستخدم الارتفيشال انتليجنت، ممكن ان تستخدم المشين ليرنينج، وممكن ان تستخدم الستاتستكس، يعني الاحصائيات، من اجل ان يعني ان يحدث الباترن او الوصول الى المعرفه. مثل ما تعرفون انه احنا بعد انه هذا الكم الهائل من البيانات، وراح نجي يعني نتعرف على العناصر اللي تتوفر بالبيانات حتى ممكن أن تتسمى بالبيج داتا. مثل ما تلاحظون أنه بعد هذا الكم الهائل من البيانات، نتيجة تعرفون التحول الرقمي، إذا أردنا نتحدث عن الجيل الحديث من الإنترنت والاستراتيجية اللي هي أسست لهذا الجيل اللي متمثلة بالآي أو إي، اللي تبنى هذه الآي أو إي تبنى على أربع عناصر: البيبول واليوزر والبروسيس والديتا. أكيد أنه إحنا لما نريد نربط كل الأشياء، نريد نربطها بالإنترنت، فأكيد أنه هذه الأشياء راح تولد لي يعني بيانات أو كم هائل من الديتا. وهذه الديتا أكيد أنه تحتاج إلى بروسيس، وكذلك تحتاج إلى شنو؟ إلى حتى هيكلة، يعني ستراكتشارد، من أجل أنه استخراج إيش؟ من أجل الاستفادة من هذه البيانات. إذن التناسب طردي بين أنه الآيوت اللي هو كإنترنت الأشياء أو ارتباط الأجهزة بالإنترنت، وكل ما زادت الأجهزة بالإنترنت كل ما زادت كمية البيانات عندي، وبين البيانات اللي ممكن أن تتولد. الإحصائيات اللي يعني تتحدث عنها سيسكو تقول 2010 كان المفروض 12.5 من البيانات، بليون، يعني بليون مليار، خلينا نقول من الديفايسز تكون متصلة بالإنترنت، و2020 تصل إلى 50 بليون ديفايسز متصل، يعني مليار. تخيلوا عدد الترافيك، عدد الديتا اللي ممكن أن تتولد نتيجة هذا الكم الهائل من البيانات، أو هذا الكم الهائل من الأجهزة اللي متصلة. هنا عندنا داتا مايننج، هاي لازم كذلك انه نتطرق لها حتى في سبيل نفهم، يعني لان هي متشابهه جدا، تمشي بتوازي الداتا مايننج والمشين ليرنينج. تلاحظون انه كداتا مايننج الستاتستكس احنا ممكن ان نستخدم العمليات الاحصائيه بالتنقيب، الارتفيشال انتليجنت والمشين ليرنينج. هذه مفهوم انه احنا لازم نطلع عليه، يعني لازم نعرف انه احنا مكاننا وين. كذلك انه الامر الاخر اللي لازم احنا الأنواع أو المشين ليرنينج بروسيس، لازم إحنا نطلع على هذا إيش، على هذا المخطط. إحنا نطلع على هذا المخطط، مثل ما تلاحظون الصورة واضحة. نعم. أوكي. إذا تلاحظون إنه إحنا كمشين ليرنينج طبعاً انتبهوا على المشين ليرنينج والأنواع مالتها. إذا تلاحظون هناية كذلك لما راح نتطرق هيك بسرعة عن الديتا مايننج، راح تلاحظون التكنيكس نفسها. يعني هناي إذا تلاحظون عن المشين ليرنينج، عندنا شنو؟ كلاسيكال ليرنينج، والكلاسيكال ليرنينج تقسم إلى سوبرفايد والإنسوبرفايد. السوبرفايد عندنا الريجريشن وعندنا الكلاسيفيكيشن. طبعا إحنا راح يكون الكيس ستدي مالتنا الاسفيام، يعني راح ناخذ عن كلاسيفيكيشن، مجرد انه يعني مجرد انه تتعلم انه كيف انه تتعامل مع اي من هذه الالجوريثم، كذلك البقيه تكون بسيطه عليك، فقط انه تتغير عندك شنو، يتغير عندك الكود. وحتى الكود اللي موجوده هذه كلها الالجوريثمز، يعني تم اعداد الكود يعني مسبقا، يعني مجرد انه انت تيجي تدخل على كوجل وراح تلقى كم هائل من الداتا سيت، واي موضوع ممكن ان ينزل، راح تلاحظون انه
بأيام راح يومية راح يتحدث هذا الموضوع وتنزل عليه بروجيكتس وتنزل عليه حتى ثيسز على مستوى ثيسز وينزل عليه كود، وأنت ممكن أنه يعني تتعامل مع هذه الكودز وممكن أن تستخرج منها يعني تستفاد منها، ممكن أنه يعني بحوثك أنت إذا تريد يعني تتعامل مع يعني إذا تريد أن تتعامل مع داتا سيت. فذا مثل ما تلاحظون هنا عندنا كلاسيفيكيشن، هذا السوبرفايزد، وعندنا ريجريشن، وراح نتعلم شنو السوبرفايزد يعني هم كذلك. هذه يعني كمراجعة سريعة، الريجريشن عندنا هاي اللاينر ريجريشن، هاي مجموعة من الالغوريثم، هذه مجموعة من الالغوريثم، خل هنا يعني كثري الالغوريثم مثل ما شوفوها هنا تقريبا انه خمسة الالغوريثم، هذه تندرج الكلاسيفيكيشن. وعندك الانسوبرفايزد طبعا تكون اصعب، هذه الكلاسترينج بها الكي مينز بها، يعني مثل ما تشوفون هذه كذلك تقريبا انه خمسة الالغوريثم، وهنا الباترن سيرش كذلك نوع من انواع، هذه تقريبا حاليا الشائع بالتعاملات، يعني دائما البحوث اللي تلقوها وكذلك البحوث سواء كانت ماستر او يعني اللي يعني الترقية أو غيرها أو أي من المواضيع اللي يريد يبحثها الباحث، غالباً أنه تلاحظون أنه التوجه هنا عالي جداً على هذا البارت من شنو من المشين ليرنينج. كذلك أكو عندنا النيورال كذلك هي تندرج تحت المشين ليرنينج، كذلك عندنا أنواع أخرى يعني من المشين ليرنينج، لكن هذه يعني تقريباً كدايجرام كيوضح لنا الأنواع، يوضح لنا شنو الأنواع اللي خلينا نقول يتعامل وياها أو تتعامل وياها المشين ليرنينج، وراح يعني نتعرف كيف إنه يعني يتم تعليم الآلة، راح نتعلم كمفهوم وراح نتعلم كش اسمه كتطبيق، والأهم التطبيق حتى تصير عندك صورة. إذا هذا الجزء هو مهم، وأتصور إنه دائما يكون العمل عليه إنه بنسبة عالية. طبعا اكيد انه هذه الاجزاء الاخرى يعني هي ما تقل اهميه عن، لكن حاليا اللي احنا جاي نشوف نتيجه انه يعني كاحصائيه يعني اطلعنا عليها. هذا كرسمه، احنا كرسمه نجي انه نمسح هذا او لا، اي نعم، نشوف الرسم اللي بعده. هنا يجي يتحدثني عن الارتفيشال انتليجنت، ارتفيشال انتليجنت ماشين learning تلاحظون، ونيورال نتس وديب ليرنينج. لذلك نوبات الحديث عنهم يعني حديث ممكن انه يسبب شنو، يسبب ارباك بايش، بعمليات لازم يكون اكو شنو يعني نقدر نقول عليها البيج ديفرنت، ان تجد البيج ديفرنت بين المشين ليرنينج او النيورال او الديب ليرنينج او حتى الداتا مايننج، واضح؟ لأن هي حلقات الارتفيشال هي الأعلى والمشين، وبعدها تجي الديتا مايننج، وبعدها تجي الديب ليرنينج والفيك، يعني حاليا ليرنينج يعني الديب فيك العفو، أتصور أنه هذه كذلك أنه لازم أنه نطلع عليها مفاهيم قبل أن ندخل إلى العملي. أكو هذا الأكثر شهرة اللي هو للمشين ليرنينج اللي هي السوبرفايزد وإنسوبرفايزد، ورح نجي نتعرف قلت لكم عن شنو السوبرفايزد اصلا، لكن حاليا انه لازم هذا نحطها احنا يعني بالحسبان انه سوبرفايزد ليرنينج عندنا الكلاسيفيكيشن، وهذه مجموعه من الالجوريثم، هذه الديسيشن تري، النيف باي اند سو، كذلك هاي اللاينر ريجريشن، هذه نوع من انواع السوبرفايزد وليرنينج، واضح؟ وهذا انسوبرفايزد قلنا كيعني بيج ديفرنت، هذه دائما البيانات تكون with label، هذه without label، وراح نيجي نتعرف شنو الليبل، واضح؟ كذلك انه تقريبا هي اعاده كذلك الحال هنا كيف انه تقسمت هذه unsupervised و reinforcement learning، reinforcement learning هذه تقريبا تكون هو اصعب، هي والunsupervised learning هو اصعب field نقدر نقول عليه بالmachine learning، لكن مو صعب يعني من ناحيه حاليا يعني كمعرفه وكنال ك معلومات كمصادر حاليا، يعني ما ممكن انه يكون شسمه يعني ما ممكن ان يصعب على الباحث على الريسيرشر، واضح؟ لذلك تلاحظون هنا اكو يعني توضيح الداتا وذ ليبل،
هنا الداتا without label، هنا الستيت اند اكشن، الستيت اند اكشن يعني تكون اكثر هذه تقريبا. وكذلك هنا يتحدث لي عن الجلاسترينج وانواع الالجوريثم اللي نتعامل وياها، association analysis وانواعها، والاكزامبل يعطينا يعني كابلكيشنز كتطبيقات لها. ماكو هنا كذلك، هنا يعطيني البروسيس مال المشين ليرنينج كبروسيس. اكو عندنا الرو داتا يعني كبيانات، تطب هذه البيانات للتحليل، تمر بعمليه البري بروسيسنج اللي هي الكليننج انتجريشن، ها راح نجي ناخذها وراح تشوفوها ككودات كيف انه هذا الكود دائما انه انت ممكن ان يستخدم على اي الجوريثم. واضح، هو كود ممكن ان يستخدم على اي الجوريثم وممكن ان تنفذه، لان هو تعرفون هي مراحل ثابته بالنسبه للماشين ليرنينج. واضح، وراح نجي نتعرف عليها بعدها انه بالبري بروسيسنج، هذه كل مراحل البري بروسيسنج، تنظيف البيانات، ازاله يعني البيانات المكرره منها، الفوارز غيرها، المهم يعني تنظيف البيانات. بعدها انه هذه الداتا يصير لها عمليه سبليتنج يعني تقسيم الترين داتا والتيست داتا. يعني الترين انه نعطي للاله تيست، فد نحدد لها فد 20% مثلا كتيست للاله 20%، نخلي الآلة تشتغل على هذا 20%، تكون لي موديل، وهذا الموديل الباقي 80%، الباقي 80% راح أنه تأخذ مواصفات هذا التيست الموديل وتطبقه على الترين داتا في سبيل أنه تصل إلى شنو؟ تصل إلى الريزلت. وكذلك أنه راح يتكون عندي الموديل ترينينج، وهذا هو الموديل ترينينج هو اللي راح يكون لي الفاينل ريزلت، اللي كوني النتائج النهائيه اللي هي اللي المعتمده. فمثل ما تلاحظون هنا على هذا الموديل، يعني لما على التريننج راح تشتغل عند الكلاسيفيكيشن والريجريشن، يعني هنا راح تشتغل عند الالجوريثم بهذا الجزء، على التريننج راح تشتغل الالجوريثم. بعدها كذلك ايش يكون عندي ترين موديل، لاحظون نفسه هذا هنا ترين موديل، بعدها انه ايفالويت، كذلك انه ترجع المعادلة مثل ما تلاحظون انه الى optimal model وselect feature and performance، وبعدها يصير عند التنبؤ. لان مثل ما تعرفون المشين ليرنينج كذلك او الداتا مايننج بيها جزئين، prediction وdetection يعني وصفي وتنبؤي. فهنا دائما بالclassification انا عندي وصف تنبؤ، وراح نجي نشوف هذه كذلك هسه. هذه مجموعة من المفاهيم احنا لازم نغطيها، لازم نغطيها. تلاحظون هنا يجي هذه مثل ليها بالديتا preparation أو يسموها pre-processing هنا، والموديل training and evaluation، وهنا يسموها production، هذه كلها كأجزاء يسموها. واضح هنا كأجزاء، هذه كذلك أنه لازم تطلعون عليها. راح تحسون أنه يعني بالبداية نوع من الغموض، بس بالتطبيق بالجانب الكيس ستدي بالتطبيق راح تلاحظون انه هذا الغموض راح يزيل عنكم. اذا هسه احنا تعلمنا شنو، تعلمنا شنو اصناف المشين ليرنينج، سوبرفايزد ان سوبرفايزد اند سو اون، نيورال، كل هذه تندرج. تعلمنا مكانها، كذلك هذه التاسك نقدر نقول عليها هذه الداتا مايننج، وكذلك هي تندرج تحتها. اوكي هذا الرسمه. راح نرجع عن نختار شنو المشين ليرنينج ستيب، شنو الخطوات اللي المشين ليرنينج، شنو الخطوات اللي تعتمدها. راح نبلش من هذا الرسم، وهذه طبعا الرسوم هي مكرره لكن تنفعنا، هذا الرسوم المكرره تنفعنا من جهه المعرفه. اولا اتصور هنا احتاج انه تكبير هنا collection اكو of data from the source، جمع البيانات. بعد الداتا يصير عليها cleaning and feature engineering، يعني لازم تتهيئ هذه البيانات، تتنظف وتتهيئ. راح نجي نشوف شنو اللي المقصود بها، يعني إزالة مثلا نزيل الفوارز، التكرار، الفراغات، هذه تعتبر cleaning. واضح. بعدها يتكون عندي، هاي خطوات المشين ليرنينج، بعدها راح يتكون عندي الموديل building for the selecting correct machine learning algorithm. هذه هنا راح تعمل عندي شنو، تعمل عندي الالجوريثم هنا باعتبار راح تكون عندي موديل، علمت اني المشين، علمتها بالتيست داتا او الواضح،
وقدرت انه على ال 80% مثلا 20% من الداتا سيت خليتها تتعلم عليها المشين، وال 80% راحت شنو؟ راحت انه هذه المعرفه اللي اخذتها المشين خلتها وين؟ خلتها على الباقي ال 80 في سبيل انه تكون لي موديل باستخدام الالجوريثم مالتها. وراها صار عندي شنو؟ افالويت الموديل، وبراها يصير عندي الموديل ديبلويمنت. هذه تعتبر شنو؟ هاي تعتبر كذلك من الخطوات اللي تستخدمها شو اسمه اللي تستخدمها يعني الخطوات المتبعه. كذلك هذا رسم تلاحظون هنا تريننج داتا سيت دخلت على المشين ليرنينج الجوريثم هنا، وعندي التيست داتا سيت، عندي انا تريننج وتيست الداتا لو من اريد ادخلها على المشين جزئين. هذه تعلمناها، اوكي هذه ما بي شيء اضافه. هنا ممكن اكو اضافه يعني الداتا بروفايدرز، تلاحظون انه عندي رو داتا يعني رو داتا اللي هي البيانات الخام، عندي هنا بيانات خام اني، هذه البيانات الخام جيت اشتغلت عليها بري بروسيسنج. البري بروسيسنج ينظفها ويعدلها يسويها ستراكتشر داتا. يعني شنو ستراكتشر؟ يعني بيها اتريبيوت، بيها اتريبيوت وبيها شنو؟ وبيها اعمده وصفوف اتريبيوت وبيها ليبل، وبيها شنو؟ وبيها ليبل، حتى تقدر انه نقدر نتعامل وياها. بعدها انه الليرنينج للالجوريثم، وراها تتدخل الالجوريثم اللي موجوده عندي اني. كم الجوريثم موجوده؟ شرحنا قبل قليل قلنا اكو سوبرفايزد ان سوبرفايزد ري انفورسمنت، هذه كلها تعتبر ليرنينج، كل وحده لها يعني الجوريثمز خاصه بها. راح نجي هنا يصير العمل مالتها، يصير عندي ديبلوي سيلكتد موديل، وراح يصير الابلكيشنز مالتنا. وكذلك انه احنا لما انه بالبري بروسيسنج ممكن ان ندخل داتا بروسيسنج تولز، يعني هنا راح يحدث عندي العمل، واضح؟ كذلك اذا هذه كذلك انه مفهوم انه احنا لازم يعني نطلع عليه قبل لا ندخل على الجزء التطبيقي للمشين ليرنينج. شنو اللي بعد عندي الرسمه؟ اوكي هنا اوكي هذا شنو اللي راح ينطيني بها؟ هنا يقول لي كلاسيكال ماشين ليرنينج، عندي بالكلاسيكال ماشين ليرنينج السوبرفايزد وان سوبرفايزد، اوكي هذه سوبرفايزد وان سوبرفايزد. زين شنو عندي بالسوبرفايزد؟ شنو عندي بالسوبرفايزد؟ يقول لي هنا عندي تنبؤ بريدكت انامبا، وهنا عندي للكاتيجوري كذلك تنبؤ بريدكت. الكلاسيفيكيشن تقسيم هنا يقول لي هنا تقريبا يمكن السوكس اتصور هذه الجورب يعني الجواري باي كلام، يعني باعوا هنا عمليه الكلاسيفيكيشن حسب اللون. الكلاسيفيكيشن قسم لي حسب اللون، باعوا هنا كقسم لي. هذه طبعا انتم ما مطالبين لكن بالتحليل ممكن انه يعني تدخلون على هذه المفاهيم. هنا قسم لي اياها بالريجريشن، لو يعني تنسالون شنو الكلاسيفيكيشن والريجريشن شنو العمل مالته، هنا يباعوا تنبؤ المن للارقام هنا حسب العناوين الكاتيجوري او نقدر نقول عليه القسم. هنا يكون يقسم لي اياها للتايز اللي هي الاربطه اللينث طوليا، يقسمها يجي يقسمها طوليا. طبعا هذه كذلك قلت لكم انه راح تفهموها بالايش بال يعني تحتاجوها بالاناليسز بالحديث عن العمل لما راح يحدث، يعني يظهر عندكم رسمه، تظهر عندكم كيف انه كلاسيفيكيت كلاسيفيكيشن او ريجريشن لهذه السمبل. هنا بالانستراكشرد بالانسوبرفايزد العفو الداتا از نوت ليبلد ان اني واي، يعني ما عندنا اي ليبلد لها انستراكشرد الداتا. هنا تقسم تشابه يعني بناء على المتشابهه، مثلا هنا يعطيك الوان، مثلا مخلي لي الابل ويخلي لي مثلا البنانه، فالابل وحد والبنانه وحد المتشابه هنا يقسم لي اياها. هنا لذلك يقول لي نقسم الكلوذينج انتو يعني يجي يقسم لي اياها حسب المتشابه، حسب نقدر نقول عليه النوعيه، واضح؟ هنا ايدنتيفاي سيكونسز كذلك، هذه طبعا الكلاسترنج طريق بالانسوبرفايزد، وعندي الاسوسيشن هنا يوجد لي، تلاحظون هنا
يوجد لي what clouds I often wear together. شنو اللي أقدر أني كأنما هيج أكو علاقة أكو ترابط، يعني دائما إنه أني يعني أكيد إنه الشوز ويا ال مثلا ألبس السوكس، خلي نقول اللي هو متمثل بالجورب، واضح؟ هذا يعني كأمثلة حتى في سبيل توصلكم. كذلك الدايمنشن ريدكشن اللي هي جنراليزيشن اللي هي ميك ا بيست اوت فيتس فروم ذا جيفن كلاودز، يعني هذه يحاول قدر المستطاع يعني يعني يدخل عندي هنا الدايمنشن بها ال خلينا نقول التساوي للعينات اللي موجوده عندي السبلت مالت، واضح؟ هذا كذلك انه مفاهيم يعني تعطيكم نظره كذلك حول يعني رؤيه حول المشين ليرنينج. كذلك احنا جاي نعيد نحاول قدر المستطاع نعيد في سبيل وياي هسه انتم. اي نعم اوكي، عندكم اي سؤال؟ اوكي كلش واضح. اوكي هنا راح نجي على موضوع اخر. احنا جينا خلينا الانيشال داتا سيت، هسه خليناها احنا دائما وين نخلي الداتا سيت؟ نخليها بماي دوكيومنت، هناك نخليها. لما نريد ننفذ نخلي بالماي دوكيومنت على السي على اليوزر، هناك نخليها في سبيل انه احنا لما نجي نستخدم الانيكوندا نستخدم اي بي ال البايثون، ودائما تعرفون البايثون هي اللغه اللي حاليا اللي لغه شو اسمه لغه الداتا. احنا حاليا تعرفون انه النفط الاسود هو البيج داتا، يعني العالم اتجه حول هذه خلينا نقول حول هذا المصدر اللي مصدر الداتا البيانات. تلاحظون انه احنا لما نخلي الداتا سيت نخليها وين؟ نخليها بالدوكيومنت، ماي دوكيومنت عندي على الحاسوب يسموها هناي انيشيال داتا سيت، انا خليتها هنايا. كيف انه انا اسوي بيلدينج للماشين ليرنينج موديل؟ فلما خليتها اني جيت مثلا طبقت الكودات، وهاي الكودات راح نطلع عليها. جيت طبقت هذه الكودات، عندي اكو داتا سيت. الداتا سيت مثل ما تشوفون هنا تتكون مثل ما تشوفونها، اكو عندي ليبل، هذا يسموه ليبل، هذا الجزء يسموه ليبل او كلاس، وهذا الجزء كله يسموه اتريبيوت، هذا الجزء كله يسموه اتريبيوت. هنا بالبري بروسيسنج داتا سبليتنج، لما اني اجي اسوي سبليتنج للداتا هنا راح تتقسم البيانات، بقسمين، قسم حسب الاتريبيوت، خلي نقول، والقسم الاخر حسب شنو، والقسم الاخر حسب الليبل، واضح؟ يعني هذا قسم. كذلك قسم لي البيانات بالبري بروسيسنج الى التريننج اللي خلي نقول التريننج سيت والتيست سيت. التريننج هي الجزء اللي أنا أريد يعني أستخرج منه نتائج البحث مالتي، لكن التيست سيت أنا اللي راح أخلي الآلة يعني تأخذ إيش اللي أخلي الآلة إنه تتعلم على هذه الداتا سيت، يعني انطيتها نقدر نقول عليها طعم، خلينا نسميه 20%، تعلمت الآلة على هذا 20% فصارت عندها موديل. هذا الموديل راح تطبقه على 80% في سبيل إنه تظهر عندي ريزلت. ومثل ما تشوفون هنا تلاحظون انه هنا بهذه المرحله مو قسمت البيانات، هنا عندي شنو يوز از تريننج سيت، هنا راح يظهر عندي شنو، راح يظهر عندي الترين موديل اللي هو نفسه طبعا التيست، لان هو التيست شنو، التيست هو يكون عندي موديل، لازم هو مباشره يكون عندي هذا الموديل، وهذا الموديل هو اللي راح يطبق على شنو التريننج سيت، هي راح تطبق عليه في سبيل انه شنو، في سبيل انه تحدث يعني تظهر عندي نتائج. هذه نفسها هي بالديتا مايننج، لذلك انه بحوث الديتا مايننج اللي تجي عليها تلقى الديتا مايننج تكنيكس، هي شنو الديتا مايننج تكنيكس، راح تلقاها سوبرفايزد وانسوبرفايزد وريينفورسمنت. لذلك هي يعني التفريق بيناتهم هو موجود التفريق بيناتهم، لكن مو هذا وقته، واضح؟ فهذا بعدها انه تجي شنو، يجي عمل بريدكتد هنايا التنبؤ، وراح نجي نشوف هذه كيف انه يحدث. لذلك تبلش عاد عندي الكلاسيفيكيشن حاله انه انا استخدمت السوبرفايزد و
الريجريشن بحالات، وتلاحظون راح اطبق عليها كل وحده والها الالجوريثمز مالتها، وتلاحظون هنا الاكيورسي اوجت السنسيتيفيتي اند سو اون، يعني مجموعه من البارامترز اللي ممكن انه انا اطبقها في سبيل اصل الى ريزلت. اذا هذه كذلك انه انا لازم اخذها بنظر الاعتبار، اخذها بنظر الاعتبار في سبيل انه خلينا نقول في سبيل انه يعني توضح عندي البيلدينج ذا ماشين ليرنينج موديل، كيف ان يتكون هذا الموديل وكيف ان يتطبق ضمن الـ ضمن شو اسمه ضمن الالجوريثمز. هنا عندي الداتا وذ ليبل، داتا وذ ليبل تدخل على السوبرفايز ليرنينج اخذناها، والاوتبوت مابينج يكون واضح. هنايا الداتا وذ اوت ليبل اكيد ان سوبرفايز يكون الاوتبوت مالتها كلاسز، وهنا عندي الستيت اند اكشن الدخول مالتها الريينفورسمنت، طبعا هذه بعيده دائما عن شغلكم ليرنينج، هذه يكون ستيت واكشن واضح. هذه كذلك انه رسمه ممكن ان تفيدنا. كذلك عندنا الداتا كولكشن، هذه الستيب المشير ليرنينج يسموه ووك فلو، اكو عندنا داتا كولكشن جمع البيانات، اكو عندنا شيء اسمه ال هاي راح تلاحظونها كذلك هي مشابهه جدا للداتا مايننج، عندنا داتا بريبريشن يعني تهيئه البيانات، تشوزنج الالجوريثم نعلم الالجوريثم، تراين تكون عندي الموديل، وظهرت عندي النتائج اللي هي التنبؤ، التنبؤ ممكن ان يحدث عندي تنبؤ بماركتنج معينه، يعني بشيء يخص تجاره، شيء يخص مثلا تهديد بنكي، ممكن ان حسب الابلكيشنز مالتها، وراح نجي نتعرف عن الابلكيشنز مال شو اسمه الابلكيشنز بالنسبه لي المشين ليرنينج. اللي بعدها نجي اللي بعدها عندنا هنا اوكي، هذه بروبلم ستيتمنت، هذه يعني يقسم ليها من جهه الريسيرشر، من جهه الريسيرشر اكو عندنا مشكله بحث، داتا كولكشن جمعنا بيانات، سوينا لها بري بروسيسنج تهيئه لهذه البيانات، يعني داتا سيت العفو يعني خلينا نقول تهيئه للمشين قبل لا يصير لها قبل لا حتى يتم عمليه تقسيمها وتعليم الاله. الفيتشر مالتها سيلكشن، الفيتشرز اللي هي المقصود بها راح نجي نشوف الصفوف مالتها، وتشوز الموديل ظهر عندي تم اختيار الموديل، ترين على هذا الموديل، باراميترز اللي استخدمت شنو تريد الاكيورسي اي شيء انت تريد توجده، وبالاخير راح تكون عندك بالاخير شنو برودكشن اللي هي نوع من انواع الداتا مايننج، اما قلنا برودكشن يكون تنبؤي او وصفي. هذه كذلك انه احنا نحتاج ان نتعرف عليها. اكو شيء بعد اخر، اذا اكو شيء اوكي هاي الرسمه، هنا نفس الشيء الداتا هذه شرحناها تقريبا، هذه كذلك الستيب مال المشين جمع البيانات تهيئتها اختيار الموديل، هذه اصبحت كلها يعني معاده. هذه كذلك احنا تعرفنا اذا عن المشين ليرنينج ستيب. زين شنو اللي بعدها؟ نريد نتعرف كذلك عن المشين ليرنينج الجوريثم. لو خلينا ندخل على البيج داتا، زين احنا شنو البيج داتا؟ زين كيف شلون انا اقدر اسمي هذه البيانات يطلق عليها اسم البيج داتا؟ هنا عندنا مجموعه من يسموها الفايف V، لأن كلها تبلش بالV. 5V كريتيريا أو consideration، مجموعة من الاعتبارات تأخذ بنظر يعني تأخذ بالنظر عندما يعني يتم تحديد هذه البيانات، هل هي بيانات data set أو لا، تصلح أن تكون data set اللي هي أولا الفاليوم الحجم مالت تيرابايت طبعا، وهذه تتفاوت حسب المؤسسات، يعني أنا مؤسسة عندي بيها 20 مثلا employees مو مثل ما مؤسسة مثلا بها 1000، أكيد إنه حسب المؤسسة البيج داتا، البيج داتا الخاصة بجوجل مو مثل البيج داتا الخاصة عندنا بالشركات اللي موجودة عندنا حاليا المحلية، الفاليوم كذلك الفاريتي التنوع، هل إنه هي ستركتشارد سيمي ستركتشارد ان ستركتشارد واضح، هل هي متنوع شنو أنواعها العفو اوكي الفيلوسيتي كذلك الريال تايم مالتها الستريم هذه السرعه مالتها واضح، وكذلك هنا عندي هنا عندي كذلك الموثوقيه الفيراسيتي
يعني اني شنو اني هذه لازم تؤخذ بنظر الاعتبار. واضح تؤخذ شلون عندنا احنا بالسايبر سيكيورتي عندنا يعني تبنى سواء كان سايبر سيكيورتي او كان الانفورميشن سيكيورتي يبنى على ثلاث قواعد CIA. شنو CIA؟ هذه هي القواعد بالسيكيورتي اللي هي شنو السي الموثوقيه confidential يمكن الموثوقيه والاي انتجريتي سلامه البيان والافيلابيلتي هذه ثلاث قواعد تبنى عليها. يعني انا اريد احمي هذا الشخص لكن لازم يكون هو availability. يعني أنا مو أحمي وأخليه ببيت ما لازم ما يطلع هذا. وين availability مالته؟ هذه كذلك حتى على أمن أي شيء، حتى على أمن المؤسسات تبنى ممكن أنا نطبقها. واضح؟ كذلك السلامة. يعني هذه هي الثري اللي نقول الثري كريتيريا اللي نقدر إحنا نستخدمها. كذلك البيج ديتا حتى نسميها بيج ديتا لازم تتوفر بها هذه الفايف بوينتس. واضح؟ شنو نجي نشوف شنو بعد؟ أوكي الداتا تايبس انواع البيانات. زين شنو اكو ستراكشر داتا انستراكشر داتا جيوغرافيك داتا ريال تايم داتا ناتشرال لانجويج داتا تايم سيريز داتا افنت داتا نتورك داتا لينك داتا اند سو اون. والبيانات يعني ما يعني خلينا نقول انليميتد كانواع. تعرفون انه كل ما تتعقد الابلكيشنز كل ما تتعقد الشبكة عندنا. إذا كانت هذا الحديث عن الأونلاين أكيد أنه تظهر عندنا أنواع أخرى. هذا هنا للبيج ديتا يتحدث لي عن هذه الفايف كريتيريا، يتحدث لي عن الفاريتي اللي هي تمثل لي الديتا تايب and source سواء كانت نوعية البيانات structured unstructured. هنا يتحدث لي عن الفاست ديتا is traveling أو process. أكيد أنه هذه لها علاقة السرعة الـ velocity لها علاقة السرعة والvolume الحجم amount of data الـ veracity الـ veracity reliability أو الموثوقية والvolume القيمة قيمتها هذه لها يعني قرار بالmaking يعني بحيث أنه أني لو من أخذت هذه الداتا مثلا أخذتها حول منتج محدد واستخدمت سويتها كداتا يعني هيكلتها سويتها structure ونفذت عليها الالغوريثمز اللي موجوده عندي بالماشين ليرنينج، هل انه القرارات اللي راح تخرج من هذه الداتا راح تنفع هذه المؤسسه او لا؟ لها قيمه فاليو. هذه كذلك تؤخذ بنظر الاعتبار. كذلك هنا اكو رسمه اخرى توضح لكم هذه الرسمه. هاي من جهه الفاليو، من جهه الفاليوم كحجم او من جهه الفاليو كقيمه، وكذلك من جهه السرعه. تلاحظوا ناتشرال داتا تعرفون هذه يعني سرعه هذه تحتاج، يعني هي تعرفون هذه موجود عندي أنا يعني أقمار صناعية موجودة عندي رادارات وغيرها. كذلك أنه من التنوع مال هذه الديتا ضاعوا تنوع الديتا عندي هنا وهنا هذه كذلك أنه يندرج تحتها هذه. أوكي هذه كذلك يتحدث عنها يتحدث عن هذه العناصر الأربعة. أوكي هنا كذلك الستركتشارد كذلك هذا أكو توضيح حلو. الستركتشر تلاحظون انه كيف هي مصنفه. هاي انستركتشر عندي صوتيات عندي رسائل عندي مكالمات هاتف يعني مثل ما تشوفونها انستركتشر ما تم تصنيفها. هنا تم تصنيفها واضح. هذه لا مصنف سيمي ستركتشر واضح. هذه كذلك انه اني لازم اخذها بنظر الاعتبار. هنا اكو تطبيقات اللي هنا اوكي هذه شرح هذا. اذا هذا من جهه الداتا سيت او البيج داتا لازم أني يكون عندي معرفة إنه أني البيج داتا شنو اللي يطلق عليها كبيج داتا. واضح. الابليكيشن أوكي داتا مايننج عندنا الداتا سيت كذلك الداتا سيت. أوكي الداتا سيت أنا لازم يكون عندي معرفة حول هذه الداتا سيت. زين هذه مثلا عندي جدول بالإكسل. واضح جدول بالإكسل دائما طبعا يكون CSV تصور هو هذا الامتداد. فهذا ذا الجدول بالاكسل. اذا اجاني هذا الجدول مثلا x1 x2 ككولوم كاعمده وليبل. اذا اجاني الليبل مالته 1001 هذا مباشره اني لما افتح الداتا سيت شو اقول عليها هذه الداتا سيت؟ اقول عليها سوبرفايزد. سوبرفايزد ليبل. بينما ان سوبرفايزد تجيني without label بدون ليبل حتى هنا حتى هنا هذا الجانب الليبل يعني جزئي. واضح هناك هذه كلها unlabeled.
أما الاثنين هذه إذا جتنا داتا سيت تمتلك الوصفين فهي تعتبر سيمي، واضح؟ تعتبر سيمي اللي هي شبه يعني. الداتا سيت كذلك، ها أوكي، الداتا سيت هنا لما نجي نلاحظ كداتا سيت تلاحظون أكو شيء اسمه training data set، هذا الجزء اللي يبقى، يعني أنا أعلم الآلة قلنا 20 أو 30 أو 15 حسب أنا ما أحدد بالكود، واضح؟ والباقي إذا أنا علمت الآلة بالتيستنج 20% فالباقي راح يكون عندي شقد؟ الباقي راح يكون عندي 80%، واضح؟ راح يكون عندي 80%. هذا التريننج داتا سيت اللي راح تشتغل عليه هذا الالجوريثم، هذا يسموه ترين، وراح هو اللي يكون لي الترين موديل اللي راح تعمل عليه قلنا الالجوريثم، وهذا التيست اللي هو الافالويت موديل اللي هو طبعا هو اللي اسس لي لموديل اشتغلت عليه شو اسمه اشتغلت عليه التريننج سيت او التريننج داتا سيت، واضح؟ هذه كذلك انه يعني هو إعادة، لكن بالإعادة أتصور أنه ترسخ عندكم هذه الفروقات. أوكي، هناي أكو هنا يتحدث أوكي الفيتشرز. قبل قليل إحنا تحدثنا عن شيء اسمه فيتشرز، هذا العمود يسمى فيتشرز، صحوا؟ لما يجيني شيء اسمه فيتشرز بالديتا مايننج أو بالماشين ليرنينج، فيتشرز يعني هذا العمود اسمه فيتشرز، والصف اسمه شنو؟ انستنس، واضح؟ خاف يجيني هذه مصطلحات لازم اخذها بنظر الاعتبار بالارتيكلز، تعرفون حسب المؤلف، فهذه اخذوها بنظر الاعتبار. الفيتشرز معناها العمود، حتى ما احنا هنا يباعوا اوكي، هنا الكومبليت داتا سيت هنا اوكي، طبعا هذا البلي بري بروسيسنج، تلاحظون هنا ايش قد اعطى 75% راندوم ات راندوم، اعطاها كتريننج داتا سيت، والباقي 25 علم بها الاله، 25 سوى لي تيست سيت، لكن هذا التيست سيت هو اللي سوى لي موديل اشتغلت عليه التريننج داتا سيت، حتى في سبيل انه تتعلم الاله، هو اللي يسموه ماشين ليرنينج، يعني الاله هي اللي تقوم بهذا العمل، على عكس الديتا مايننج. هنا الديتا مايننج ممكن الهيومن يتدخل بهذا الشيء، واضح؟ الديتا سيت تايبس تلاحظون اكو اوكي تريننج، اذا يجينا شنو الديتا سيت تايبس، اكو تريننج واكو تيست وابلاي ديتا سيت، هاي انواع اوكي تقريبا اخذناها احنا. هذه كذلك يحكي لي عن الديتا سيت تقسم، وهنا التريننج سيت فاليديشن سيت تيست، هنا يباعوا المشين، هنا الالجوريثم تطبق على التريننج ويصير عندي تنبؤ. احنا الاصل انه يكون عندي باترن، هذا الباترن اللي هو جداول وستراكشر يحول لي اياها في سبيل انه انا اقدر اصل النتيجه. تلاحظون هنا كذلك وان داتا سيت قسمت الجزء الاصغر للتيست والتيست داتا، وهنا عندي التريننج داتا الالجوريثم دخلت صار عندي شنو تيست الجوريثم اكيورسي الدقة، وراح نجي نشوف احنا كيف انه نوجد الاكيورسي، واضح؟ هذه كذا واضح استاذ، ممكن سؤال؟ اي نعم، احنا بالبداية راح نسوي التيست لو التريننج؟ احنا راح نسوي الاثنين، يعني لما نكتب الكود هسه لو اجي اني راح ادخل حتى تصير عندكم صورة، يعني الموضوع موضوع انا شفت الفيديو حضرتك استاذ، يعني راح ننفذ باعوا هنا هذه عملية التقسيم، هنا راح نجيني على التقسيم باع. هنا لما نسوينا سبليت طبعا هذه راح نتعرف على هذه اللايبراريز، هنا 20% حددناها التيست يعني 80% تريننج بنفس اللحظة هذه، يعني راح يتطبق، لكن بالبداية يصير التيست أكيد بالبداية. احنا لما ننفذ بالبداية هو راح التيست الآلة تتعلم على هاي 20%، تتعلم على 20% لما كونت موديل، جت على 80% نفذت من خلال شنو نفذتها؟ من خلال الالجوريثم اللي موجودة، لذلك مباشرة بعدها احنا خلينا شنو؟ خلينا الكود مال SVM، هذا SVM نوع من أنواع الالجوريثم، classification algorithm، واضح؟
واستخدمنا الكيرنر مالته اللينير مالته. وهذه كذلك أعلمكم كيف إحنا نغير بالكيرنلات البراميترز اللي موجود. هو هيك العمل يعني، لأن هي أصلاً هذه شيء ثابت يعني، أنا بس أغير بالسيتنج مالتها وأتعلم كيف إنه الحرفة. صراحة هي المشين ليرنينج حرفة يلا تقدر إنه تدخل، حتى ما تحتاج أنت قوة عالية بالبايثون، يعني ما تحتاج إنه لا إمكانية عالية بالبايثون إذا تكون ريسيرشر. صراحة البايثون ممكن إنه أكيد إنه أنت ممكن إن أنت تبني يعني داتا سيت وياها الكودز مالتها، لكن أنت ككثير أنا ما شفت على مستوى طروحات دكتوراه يدخلون على جوجل ويدخلون، وراح تجي تلقى إحنا نقول عليه مستودع كامل، وهو هذا العصر اللي إحنا بي اللي هو يعني عصر المعلومة موجود، بس منو يقدر يستخرج المعرفة؟ واضح؟ فهو هذا. لذلك إحنا بعد هذه بعدها إحنا طبقنا الألغوريثم. الألغوريثم الشسمة طبقت على الترينينج داتا سيت. واضح؟ أوكي، هنا عندي أنا صار عندي لوك سكرين. فتقريبا هذه إحنا أخذنا بالبداية المشين ليرنينج، أخذناها الأنواع مالتها الكاتيجوري، ووصلنا حاليا تقريبا لل، خلينا نجي نشوف هنا هاي خلينا نسدها. اخذنا الداتا سيت، اخذنا البيج داتا كريتيريا، اخذنا انواعها، راح نجي ناخذ شنو السوبرفايزد وان سوبرفايزد، كذلك ندخل بالديتيلز مالتها. كذلك اخذنا شنو هي هاي الداتا سيت، يعني هذه ضروريه جدا، احنا ما نقدر يعني ندخل على سلايدات صراحة ونقرأ فصول، بس هذه تكون أفضل لنا يعني أسرع وأكثر يعني تعطيكم أكثر معرفة. أنا للأسف إنه أتصور أوكي ناية أوكي. نجي على المسألة الأخرى، الموضوع اللي بعده اللي أريد المشين ليرنينج سوبرفايزد. نريد نعرف شنو المشين ليرنينج سوبرفايز، اللي هي السوبرفايز شنو، نتعرف عليه. راح نجي نشوفها شنو السوبرفايز. اوكي احنا قلنا ان السوبرفايز اوكي هنا السوبرفايز ليرنينج اكو عندنا ليبلد data. يعني شنو label data؟ يعني هذه مستطيل، هذه cycle دائرة، هذه سداسي، هذا شنو مثلث، هذا label يعني أكو، هذا يعني أكو تعليم عليه. واضح؟ المشين هذا supervised، أكو جدول والجدول بي attribute وبي label، يعني بي شنو بأعمدة وصفوف. واضح؟ خلينا نقول المشين علمناها، سكونت لي طبعا من خلال، علمناها من خلال التيست داتا. واضح؟ صار عندي موديل. بعدها انه المشين نفسها الالجوريثم نفسها هي اللي اجتتي لما دخلنا عليها الليبل داتا، اجتتي قالت لي هذا مثلث وهذا دائره. هذا هو يعني ببساطه. هنا كذلك السوبرفايزد الجوريثم، اوكي هذه الالجوريثم مالتها، الريجريشن هذه والكلاسيفيكيشن هذه. هنا اوكي كذلك هنا عندي السوبرفايزد ليرنينج. بالسوبرفايزد اكو عندي الانبوت داتا اكو عباره عن ابل. واضح؟ اكو شيء ذس ار ابلز، يعني هذا الليبلز مالتها التعليم او التوجيه. فهنا الموديل لما دخلنا عليها التنبؤ كان ات از ابل، هذا يعني ببساطه. هنا باعوا هنا الانستراكشر اللي البيانات الغير مهيكله، هنا ايش راح تسوي بهاي الحالة؟ ايش راح تسوي؟ راح عندي بيانات مختلفة، باعوا هنا فقط أبل، عندي هنا عندي بالإنستراكت بالإنسوبرفايزد عندي مختلفة، عندي أبل وعندي بنانة. واضح؟ هنا إذا تلاحظون أنه أورانس أتصورها مياها، إذا تلاحظون أنه ايش راح يسوي؟ راح يجي يصنفها حسب النوع، حسب مثلا هذه المتشابه، هذه متشابهة، هذه متشابهة، هذه متشابهة، هذه يسموها هذا التنبؤ مالته، هذا الريزلت مالته.
هذا بالنسبة للسوبرفايزد. نجي نشوف الانسوبرفايزد. شنو الانسوبرفايزد؟ الانسوبرفايزد الانسوبرفايزد هنا تجي ان ليبل داتا، واو البيانات تكون غير معنونة، تدخل للمشين والمشين هي اللي تعطيني ريزالت. كيف الريزالت تكون؟ اللي يخلي لي المتشابه المستطيل واحد، الدائرة واحد، والسداسي واحد. واضح؟ هذا هو حتى الانسوبرفايزد يكون يعني واضح عندنا. شنو اللي الانسوبرفايزد الجوريثم؟ هذه هي الالجوريثم مالته، لان الجبرة الجبرة ميثودز، لذلك انه احنا نحتاج بالمشين ليرنينج ان نتعلم يعني مواضيع من الرياضيات صراحة، و يعني تحتاجون انه تاخذونها تاتش اند جو يسموها، يعني ما تحتاجون انه تدخلون اكثر يعني لحد انه يعني يدوخكم لازم انه حالة انه انت كريسيرشر صراحة. بعض الا لا اذا كانت حسب البروبلمز اللي عندك، حسب البروبلم اللي عندك هنا ها البري بروسيسنج، هذه اللي مهمة. البري بروسيسنج مهمة هنا، اوكي بالبري بروسيسنج هم شرحناها احنا تقريبا، لكن خلي بالبري بروسيسنج ناخذ موضوع يعني مألوف عندنا. احنا دائما نقول كليننج كليننج، اخذنا بيانات مال فيسبوك داتا سيت مثلا، البري بروسيسنج مالتها شنو؟ ازاله اليورال، ازاله السمبلز الرموز، واكسباند الكونستراكشن القيم الحروف الصغيره اللور كيس ويردز تحولها الى صغير، ازاله الستوب ويردز النقاط والهذا، كل هذه تعتبر تهيئة البيانات، هذه تسمى البري بروسيس فيسبوك داتا سيت، حتى نفهم شنو الكليننج وشنو تهيئة البيانات، بحيث انه تجيني بيانات اني ما بها فراغات، ما بها رموز، ما بها مكررة. وكذلك تويتر لما اريد اسوي لها بري بروسيس، اني هذه دائما تطبقوها انتم لما انتم تسوون الداتا سيت، وتويتر وفيسبوك بها يعني تقدر تسوي لها كوليكت للداتا، واكو خطوات انت ممكن ان تسويها تولز هي تهيئ لكم داتا سيت. واضح الداتا الداتا بري بروسيسنج، اكو الداتا كليننج، هاي طبعا اكثر تفصيل من اللي قبلها، يعني شويه منطيها اكثر تفصيل، اللي هي تتكون من الداتا كليننج، داتا ترانسفورميشن، والداتا ريدكشن. بالداتا كليننج القيم الداتا الميسنج داتا اجنور ذا توبلت فيل ذا ميسنج فاليو النويزي داتا، يعني هاي ازاله. هذه مجموعه كذلك من الترانسفورميشن، يعني مجرد انه حتى ما اريد ناخذ كذلك الحال هنايا الداتا سيت كيف انه اسوي لها كليننج، والفيتشر مالته تقسم الى تريننج داتا والتيست وان سو اون. هذا تقريبا انه ما يخص يعني مفاهيم، بعض المفاهيم الضروريه المهمه اللي احنا نحتاجها. زين المشين، اوكي المشين ليرنينج نقول هذا هاي شرحناها تقريبا، عرفناها وشرحناها شنو الفرق بين المشين والديتا مايننج. نجي على التكنولوجيا، خلينا نجي على الديتا مايننج. زين شنو الديتا مايننج تكنولوجيز؟ خلينا نشوف اكو فارق. اوكي خلينا نجي على هذا الرسم. باعوا الديتا مايننج تكنولوجيز عبارة عن الكلاسيفيكيشن والكلاسترينج اسوسيشن رول مايننج وريجريشن. واضح تلاحظ انه عندي الديسيشن تري كلها توصلني تنقيب بيانات. هو باع اكو بالديتا مايننج اكو بريدكتيف وديسكريبتيف الوصفي والتنبؤي، تنبؤي وصفي كل وحدة إلها. هذه التنبؤي هي الكلاسيفيكيشن اللي يندرج تحت السوبرفايزد، مو يندرج تحت السوبرفايزد الاس في ام اللي هسه احنا راح نطبقه. الكلاسترينج اللي هو اذا احنا الكلاسيفيكيشن وهذه كلها كلاسيفيكيشن هي تعطيني تنبؤات. الوصف كيف الديسكريبتيف، الديسكريبتيف شنو هو؟ هذه من اللي هذه الانسوبرفايزد اللي نتائج مالتها دائما تكون بهذه الصوره، ونستخدم الكلاسترينج مثلا او الانواع الاخرى. هنا كذلك اكو بالديتا مايننج. ها هذه بالنسبه للوصف احنا مو قسمناها بريدكتيف
وديسكريبتيف. هذه هي اصلا تندرج، هذا القسمين يندرج تحت الديسكفري. يعني شنو؟ يعني داتا مايننج كنموذج هو اكو فيريفيكيشن واكو ديسكفري. الفيريفيكيشن والديسكفري، الديسكفري يقسم الى، يعني النوع الديسكفري هو يقسم الى تنبؤي ووصفي، والتنبؤي باما كلاسيفيكيشن او ريجريشن. يعني السوبرفايز هو يعتبر تنبؤي، والانسوبرفايز يعتبر وصفي. نجي نشوف النوب كذلك، هذا نفس الحال، الفيريفيكيشن والديسكفري يقسم كذلك. و ما عندي بعد، اوكي هنا باعوا هنا اكثر وضوح داتا مايننج تكنيكس، وهي نفسها يعني اكو تشابه بين يعني تقريبا تشابه اكو بين الاثنين. وكذلك الستيب مالتها، لما نجي على الستيب مال الداتا مايننج خلينا نجي نشوف الستيب مالتها. باع اكو داتا سيليكشن، داتا اكو بروسيسنج للداتا، ترانسفورميشن للداتا، انواع مال البري بروسيسنج، وهنا الداتا مايننج حتى تطلع لي شنو نوليدج، باترن باترن، وهذا الباترن يعطيني نوليدج، معرفه. احنا بلشنا من عصر الداتا، يعني عصر بالبدايه كان اكو شنو، يعني بالبدايه انه قبل، لا قبل العلم، قبل العلم كانت هي عباره عن ارض، واكو مثلا ناس مزارعين، مو صحيح؟ هذه الارض اللي موجوده عندي، هذا المزارع لما نحتاج ان يحرث مثلا الارض يحتاج ادوات، هذا يحتاج الادوات. هذا عصر شنو؟ عصر انه بدا انه يوجد اللي نقول نقدر نقول عليه العصر البدائي للبيانات، انه اني كيف انه اقدر اكون ادوات حتى احرث بها الارض. بعدها انه اجاني عصر اخر بعدها، نقدر يعني نقدر نصنف من حديثنا، نصنف هيك ما حدث بالعصور صراحه، الوصولا الى النولج، واضح. بعدها انه جاء العصر اللي بعده نقدر نقول عليه هي عصر المكتبات، خلينا نختصر الزمن، عصر المكتبات، انه اني اروح اقعد بالمكتبه، يعني اطول بحدود ساعه او ساعتين او ثلاثه حتى اصل الفصل او موضوع محدد واقرا هذا الفصل، وممكن انه ما له علاقه بالريسيرش مالتي، ما له علاقه بالسكوب مالتي، واضح، يعني ما له علاقه بالاريا مالتي اللي انا جاي اشتغل عليها. هذا عصر كيفيه الوصول للمعرفه للمعلومه. بعدها نزل عصر المعلومة. حالياً أنه إحنا تجاوزنا هذا العصر، أنه أنت بضغط الزر ممكن تنزل كتب، ممكن تنزل مصادر، واضح؟ تنزل مصادر، هذا كلها كأنما هذا العصور اللي تبلش بالديتا، كيف أنه تحرض، وهذا كلها هنا عصر المعرفة، كيفية أنه أنت حالياً موجود بيانات، ماكو يعني أي مصدر أنت تريده موجود بالإنترنت، عن أي لغة، عن أي علم ممكن، يعني حتى الحدود بين العلوم يعني تكسرت هذه الحدود بسبب هذا العصر، عصر الـ خلينا نقول المعلومة اللي هو أصبح متاح هذا العصر حالياً. إنه كيف إنه أنا أقدر أستخرج من هذا العصر، عصر المعلومات، من اللي يقدر يستخرج النولج اللي هي أعلى مراحل، يعني أعلى مراتب الفهم. إحنا قلنا دائماً أكو داتا وأكو information وأكو knowledge وأكو wisdom، أعلى مراحل الفهم wisdom. كذلك إنه عندنا أكو شيء اسمه observation، ظاهرة، أكو شيء اسمه hypothesis، أكو شيء اسمه theory، أكو شيء اسمه rules، قانون. على مراحل الفهم هو القانون. فهو data mining هي تريد تعطيني knowledge، المشين learning تريد تعطيني knowledge، هي كيف إنه أنا أقدر أحصل على هذه knowledge. حتى الوصف مالتها مخليها على شكل كريستالة، واضح، هي متشابهة، هي متشابهة حتى بالdata. باع هنا كيف إنه الـ data mining system، باعوا data mining system، كيف إنه أني أكو training data reference، أكو data pre-processing، نفس المراحل تقريباً، إنه أني اللي جاي استخدمها أني بالمشين. هنا كذلك knowledge، كيف إنه أصل للمعرفة، هذا مقرر. هسه إحنا بعد ما أخذنا هذا كل الشسمة هذه المقدمة، أكو عندنا شيء لازم نطلع عليه، اللي هو أكو article عندنا، هاي خلنا نسدها، أكو article عندنا، هاي الارتيكل، أوكي خلنا نسد هذه كذلك، أكو article عندنا، هذه الارتيكل يعني نريد نطبقها سوية في سبيل إنه نوصل إلى شنو، نوصل لل يعني نوصل لل شو اسمه، يعني نفهم هذه الخطوات، هذه المفاهيم
القيمة اللي يعني تطرقنا عليها كيف إنه يتم تطبيقها عملياً، إحنا كيف نقدر نطبقها، كيف إنه نقدر نستدعي هذه الألغوريثم نستخدمها، شنو الكودات، شنو البيئة، راح نجي كذلك إنه نتعرف عليها. راح أوقف الشيرينج وأتحول على البراوزر حتى في قبل لا ندخل نسوي شير لازم نتطرق على هذه الارتيكل. هذه ارتيكل ككيس ستدي وياي ست. اي نعم. اوكي. هذه الارتيكل ككيس ستدي نريد نفهم انه ناخذها ب ناخذ انه اوكي. هنا عندي ارتيكل اكو سيمبل اس في ام، احنا حسب ما درسناه هي هذه تندرج الالجوريثم تندرج تحت السوبرفايزر وتندرج تحت الكلاسيفيكيشن. هذه الالجوريثم واضح. راح نستخدم هذه اللي يسموها السكت، خلينا نسميها ليرن سكت ليرن، هذه لايبراري بالبايثون راح نطبقها ننفذ عليها الاس في ام واضح. وراح نختار كيرنل للاس في ام، نختار كيرنل وراح ننفذ كذلك. وأكو resources أكيد و conclusion راح يكون عندنا لأن هي أكيد article، والarticle تعرفون أكو عندنا problem وأكو عندنا objectives وأكو عندنا خلي نقول result واضح. ودائما إحنا شو نقول، نقول إن الresearch methodology داخل في كل شيء. يعني إحنا حاليا إذا نريد نشتري سيارة شو نقول، هذه observation ظاهرة، لما نخلي hypothesis فرضيات نستعين مثلا ما موجود عندنا بالبيت، نقول لهم تريدون سيارة صالون، تريدون سيارة مثلا حمل، تريدون سيارة مثلا مرسيدس، تويوتا، أي من هذه الشركات اللي موجودة. هاي هايبوثيسز، هاي فرضيات. وراها أنا إيش أسوي، أسوي تيست. يعني بعد ما خليت الأسئلة وسألتها هذا تيست، سألت الأشخاص قالوا لي مثلا نشتري مرسيدس، هاي المرسيدس إذا رحت اشتريتها هاي ريزلت، يعني هذا بحث علمي. كذلك أنا أقعد الصبح جوعان، هذه observation جوعان. البحث العلمي داخل في كل شيء. observation جوعان، لما أجي بالبيت أحدد شو تريدون، تريدون بيض، تريدون جبن، تريدون شنو اللي موجود، هذه hypothesis فرضيات. لما اشتريت بناء على التيست مالتهم، يعني قلت لهم أنا شو تريدون، هاي الhypothesis لما اشتريت أنا إذا أكلت وشبعت هذه result نتيجة. إذن البحث العلمي داخل في كل شيء. والبحث، الفرق بين البحث والكتاب هو أن البحث أكو problem وأني أدور حولها، والكتاب لا، عبارة عن topics يشرح عام. أما الريسيرش يكون، فهنا عندنا إحنا article ضمن journal اللي هي دائما article جزء من journal واضح. فهنا عندنا هذا الارتيكال نجي أوكي اللي هي تتحدث عن المشين ليرنينج باستخدام شنو؟ المشين ليرنينج باستخدام الاس في ام. الاس في ام هي الجوريثم من نوع كلاسيفيكيشن تندرج تحت السوبرفايزد. التطبيقات للالجوريثم متشابهه للبقيه. نجي نتعرف عن الاس في ام، شنو هاي الاس في ام؟ يقول لي هنا الاس في ام از ا تايب اوف سوبرفايزد مشين ليرنينج كلاسيفيكيشن، هو نوع من Supervised Machine Learning Classification Algorithm. كانت هي بدايتها بالستينات وطورت بالواحد وتسعين واضح؟ احنا نريد نستخدم هذه الالغوريثم. الـ SVM نفذت على اليونيك خلي نقول when compared to other machine learning algorithm. In this article we will see what support vector machine algorithm are. A brief theory behind supports اللي هي vector machine and their implementation in Python. راح ننفذها على هذه library اللي هي بالبايثون library. هذه مشهورة جدا، هذه library مشهورة جدا راح نلقاها واضح. We will then move toward advanced SVM concept. يعني بعد ما احنا نستخدم هذه اللي هو البيئة مال البايثون وننفذ عليها الـ SVM، راح ندخل أكثر بعد بالـ SVM concept. الكيرنل مالتها راح نتعرف عليه، الكيرنل SVM، وراح نتعرف عن الكيرنل SVM
وأعلمكم كيف أنه تدخلون تبحثون تغيرون بالباراميتر وكيف تبحثون بجوجل في سبيل أنه يعني توصلون للنتيجة. And we'll also implement it with the help to Sixthlearn. كيف أنه إحنا ننفذها. Okay. شنو اللي موجود عندنا إحنا؟ شنو اللي موجود عندنا؟ أكو simple من نوع من أنواع يعني كعينة أعطاني عينة يقول لي هنا simple SVM. Simple SVM. In case of linearly separable data in two dimension. هنا قسم ليها لأن linear عملية التقسيم linear عملية classification إلها واضح. قسم ليها شنو؟ قسم ليها حسب تلاحظون حسب اللون لون يجي. ولينيار يعني يعني بخط مستقيم. خط مستقيم أكو هذا هو الخط المستقيم. هذه تقريبا قلنا إحنا تفيدكم وين؟ تفيدكم بالتحليل بالتحليل والدخول أكثر للعينة دائما. نعم. يعني تفيدنا شلون إنه إحنا دائما نسوي يعني نحسب الانحراف المعياري والمعدل في سبيل ليش إحنا نحسب الانحراف المعياري والمعدل حتى نعرف بعد العينة عن الحقيقة. هيك يعني فائدة هذا هيك تكون الفائدة بهذا الاتجاه. هنا يقول لي الـ SVM differs from the other classification algorithm. هي تختلف من بقية الـ algorithms اللي ضمن الـ classification in the way that is choose the عندها الـ decision boundary. عندها هذه الميزة. شنو اللي يميزها؟ أكو شيء اسمه decision boundary. أكو حدود للـ samples اللي موجودة تتحدد مع هذا اللاين. واضح؟ يقيس المسافة from the nearest data points of the all classes. وراح نجي نشوفها كيف انه نقيس. احنا راح نجي نشوف هذه طبعا يعني مفاهيم لحد الان المفاهيم ودائما المفاهيم تكون متعبة صراحة. لا التطبيق يختصر كل هذه لكن ضروري ان انتم تتعرفون عليه. هنا يقول لي اللي يميزها اكو شيء اسمه decision boundary. هذه العينة وهذه العينة اللي تقص اللي وهذا هو اللينير بيناتهم بين هذا النوعين. هنا اكو باع هذه المسافة اكو هاي ميزة. هذه تتميز بها شنو؟ الـ decision boundary with the support vector with SVM. هذا هو اللي يميزها عن الـ classification اللي نقول other classification algorithms اللي يميزها. اوكي اوكي خلينا من هذا الموضوع وين نجي. قبل كل شيء انا خلي ادز لكم هذا الرابط مال الارتيكل ادز لكم اياه على الشات في سبيل انه خاف سبدي اني حتى في سبيل. اوكي وصلتكم المفروض. اوكي دزيت لكم هذا الرابط. هذا يفيدنا الان راح انت تنفذين هذا الشيء. هنا الـ implementing SVM كيف انه ننفذ الـ SVM مع هذه اللايبراري على البايثون. كيف ننفذها على البايثون؟ هنا الـ dataset that we are going to use in this section is the same that we used in the classification section of the decision tree tutorials. هذا كأنما هو متحدث لي عن article قبلها. واضح؟ كأنما يقول لي إنه هنا إحنا اللي data set اللي راح نستخدمها هنا هي نفسها اللي استخدمناها بالdecision tree tutorials. أوكي. ممكن إنه إحنا نطلع نضغط على هذه وكذلك إنه نزيد المعرفة حول المشين ليرنينج أو حول هذه الالجوريثم مع هذه اللايبراري. هذه مشهورة اللايبراري. راح نتعرف على أكثر من لايبراري. كل لايبراري لها مجموعة من الكودات تستدعي مجموعة من الالجوريثم تندرج حل مجموعة من البراميترز تؤدي. هذه ببساطة احنا our task هنا شنو عملنا أو مهمتنا is to predict للتنبؤ حول البنك cure currency note currency العملة البنكية note is authentic or not based open for the attribute of the notes. يعني إذن الحديث حول العمل والحديث حول أكو مجموعة من الأعمدة يعني الوصف لهذه البيانات الفيريانس التنوع مالتها الإيميج يعني هذا راح نجي نشوفه. هذا جاي يشرح لي هنا الداتا سيت مالتي. يقول لي إنه أنا عندي داتا سيت تتكون من هذه الأعمدة هاي الأعمدة مالتي
image هاي كلها عبارة عن أعمدة، هذه أعمدة واضح. There is a binary classification problem. We use the SVM algorithm to solve this problem. إحنا راح نستخدم حتى نوجد هذه نحل هذه الـ problem اللي هي شنو؟ اللي هي البنك كرنسي نوتس، تنبؤ واضح، نتنبأ. أوكي راح نجي نشوف. قبل كل شيء أول خطوة عندنا إحنا لما نريد نتعامل مع أي داتا سيت، أي داتا سيت إحنا عندنا، تجينا أي داتا سيت نزلناها، أول شيء أني هذا الكود دائما البانداز اللي هي هذه لايبراري وهذه لايبراري وهذه لايبراري، وراح نجي نشوف هذه، هذا طبعا للرسومات هاي اللايبراري، راح نجي نشوف كل وحدة لها شنو عملها. تقدر ببساطة تنسخها وتخليها بالجوجل وتكتب المينينج أمامها، واضح؟ كذلك الحال هنا الداتا سيت كيف انه احنا ننزل هذا رابط، راح تنقرين عليه تنزل عندك الداتا سيت. خلنا ندخل على هذا الرابط نشوف شنو الداتا سيت هذه. زين احنا نقدر اخذنا السوبرفايزد وان سوبرفايزد، زين خلينا نجي نقدر نميز هذا، خلينا نشوف الاعمده مالتها نقدر. اوكي الامتداد سي اس في هذا ضروري جدا، دائما احنا لما نروح بالكاجل لما نريد نسوي داونلود للداتا سيت راح تلاحظون انه اكو شنو باوع على الاكستنشن مالتها الامتداد هذا بل اثنتيكيشن، تلاحظون هنا هذه انا اغمض واقول عليها سوبرفايزد ستراكشر، واضح ليش؟ راح نجي نشوف باوع هنا اكو اسمه شيء اسمه كلاس، هذا الليبل، هذا ليبل لها، وهذا يسموه اتريبيوت، هذا الجزء يسموه اتريبيوت، صح؟ هنايا بال بري بروسيسنج المرحله اللي هي بعد ما تتنظف البيانات، طبعا هذه هي بيانات جاهزه داتا سيت، هناي البري بروسيسنج تقسم لي، راح نجي نشوف بالكود نخلي الداتا سيت نقسمها، هذا الجزء وحد الاتريبيوت والليبلز وحد، وكل واحد نخليه بباراميترز، راح نجي نشوف انه هذا الكلاس واحد نخلي بس هذا العمود ناخذه واحد ونخليه باراميتر، وهذه الاعمده نخليها الاتريبيوت كذلك نخليها باراميتر ونجي نشتغل عليها. كذلك انه هذه انا سويت لها داونلود من النار عندي اصلا، نسوي لها داونلود راح نجي نشوفها. لما اجي اسوي داونلود لهذه الداتا سيت وين اروح؟ اروح اجي على سطح المكتب سويت لها، اشيلها من سطح المكتب، هل اسوي لها داونلود؟ هي ما تكلف، سويت لها داونلود هنا. اوكي صارت عندي داونلود هنا كانما انا هسه نزلتها من كاجل، واضح؟ اجيت عليها هنا اني من الداونلود سويت لها كات، سويت لها كات وين اخليها؟ هاي احفظوها حتى لان انتم راح تطبقون العملي، واجي وين اخليها؟ اخليها بالماي دوكيومنت، انا سميتها سيسكو مالتي ماي دوكيومنت، راح انزلها هنا مكاني موجوده اصلا عندي، اخليها بدوكيومنت. راح احتاج امتداد، هذا الامتداد كيف احصله؟ هذا الامتداد كليك يمين واروح بروبرتيز واخذه من هذا المكان، هذا الامتداد اخليه راح بكود وبعده اسمها شنو؟ البل اثنتيكيشن سلاش بهاي الصوره، سلاش بهاي الصوره، شوفوا السلاش نوعيه السلاش انتبهوا عليه مو العكس يكون، هذه دائما يقعون بها اخطاء ويخلي البل حتى نستدعيها، هي ندخلها للمشين حتى نقدر نطبق عليها الالغوريثم. فخليتها انا اول خطوه هنا اخليها، وراها اجي ادخل على شنو؟ وراها ابلش ادخل على البيئه اللي هي شنو؟ البيئه انيكوندا، وادخل على الجبتر اللي هي النوتس. قبل لا ندخل خلينا نتعرف عليها اصلا، هذه الارتكل حتى لما تنفذيها تكون شنو؟ يعني تكون الامور واضحه عندك. اول داله
أول دالة راح نستخدمها، وهذا طبعاً الدالة راح تتكرر ويا أي بحث ماشين ليرنينج، أي بحث ماشين ليرنينج أول خطوة، أول الخطوات مالته هذه اللي هي شنو؟ أول خطواته إنه أكو شيء اسمه بانك داتا، هذا باراميتر، باراميتر. أكو شيء اسمه فيدي، يعني أنا استدعيت يا شو اسمه، استدعيت هذه ال هذه هذا اللايبراري، واضح؟ انتبه على هذه الملاحظة، يعني استدعيت هذه اللايبراري أنا اللي كتبت فيدي هنا، فكتبت أنا اختارت أوكي وياي؟ اي نعم نعم اوكي. اختاريت انا متغير هنا، استدعيت هذه اللايبراري الاعلى، واكو عندي هنا اكو داله اسمها ريد قراءه السي اس في، نوع من انواع الملفات اكستنشن مالته سي اس في. طبعا القراءه تندرج منو اللي يقوم بها؟ هذه اللايبراري. الامتداد هذا احنا منين ناخذ الامتداد؟ ما نمنا البروبرتيز قلنا مو، ونخليه هنا ويبقى هذا باعتبار باعوا ال 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 السلاش لازم يكون بالعكس للعلم، واضح؟ حتى في سبيل يتنفذ. هذه أول مرحلة، أني هيئت الداتا سيت، خليتها رفعتها وين؟ على البيئة مال البايثون، أول خطوة عندي. هذا كل البحوث يبحث بهاي الخطوة، أي بحث عندنا تعامل مع هذه لازم نقرأ الداتا سيت بالبداية. بعدها أكو شيء اسمه exploratory data analysis، يعني شنو؟ there are شنو virtually limitless way to analyze a data set with the variety of the Python libraries for a sake of the simplicity we will only check the dimensions of the data and see first view records to see. هذه هنا هذه الداتا احنا مو خلينا بهذا المتغير، خلينا بي الداتا سيت قريناها وخلينا بي اكو يعني هي لغه حلوه، البايثون لغه بسيطه جدا، لذلك حتى الاكاديميات العالميه يعني سواء كانت سيسكو او احنا عندنا سيسكو اهتمت بالبايثون، عندنا بايثون عندنا سي. ليش اهتمت بالبايثون؟ لان اكو شيء اسمه بيج داتا، لان اكو انترنت الاشياء، فرا لازم تهيئ جيل لهذا هذا الموضوع. كذلك السي لان اكو شيء اوبن سورس، هي تدرس لينكس وغيره. فهنا شوفوا البساطه، انا عندي هذا المتغير، خليت بيه الداتا سيت، اكو داله اسمها شيب، فقط دوت شيب راح تعطيني شنو؟ يعطيني الاوتبوت كم صف بيها وكم عمود، تنطيش ريزلت تقول لك 1372 صف هذه الداتا سيت مع خمسة أعمدة. This means هذا يعني بأن البانك نوتس داتا سيت هاز تمتلك هل قد 1372 راوز اللي عمود آن صف العفو آن 5 كولومز عمود وخمسة أعمدة. أوكي تو get a feel of how our dataset actually looks, execute the following command. إذا تريد تعرف اللوك مالتها، يعني شكل الداتاسيت مالتك، إحنا قبل قليل شفناها، لكن إذا تريد تشوفها من بيئة البايثون، نفس هذا باعه، نفس المتغير أضيف لشنو؟ نفس المتغير أضيف لدالة اسمها شنو؟ head مع قوسين. هذه شنو راح تسوي لي؟ هذا راح تعطيني شو هذا اللوك، هذا الشو مالته راح تعطيني نموذج للديتا سيت. انا بهذه فقط انه انا جاي استعرض الديتا سيت حاليا، عبيتها على متغير اسمه بانك داتا، سويت شفت شنو عدد صفوفها وعدد اعمدتها، وحاليا انه انا شنو حاليا انه استعرضت شكلها على البايثون، شفت هذا الشكل مالتها اوكي من خلال هذا هذه الدالة. طبعا هذه راح تتكرر ويا كل بحث، لما تدخلين على كاجل غالبا يبلشون هذه البداية، يشوفنا شنو عدد الصفوف والأعمدة، وصف لها ديسكريبشن يسموه، وصف كذلك يعطيني نموذج عنها. أوكي
You can see هنا يقول لي أنت تستطيع أن ترى بأن all of the attributes in the dataset are شنو؟ numeric رقمية، كل الاتريبيوت رقمية. تقدر أن ترى بأن ضعوا كلها هذه الاتريبيوت رقمية. The label is also numeric 0 and 1. هذا اللي يقصد به هذا الاتريبيوت، هذه كلها لا الصفوف ولا هذه كلها اتريبيوت، هذا اللي يقصد به الليبل. واضح؟ هذا اللي يقصد به الليبل. احنا نتوقف لو نكمل نكمل ها نكمل استاذ ما في مشكله. اوكي هسه احنا عبينا الداتا سيت، عبيناها وين؟ عبيناها على البيئه واستعرضناها، وصلنا للديتا بري بروسيسنج. تتذكرين الديتا بري بروسيسنج لما شرحنا المفاهيم الكلينينج ورباحها. بالكلينينج هنا يقول لي شنو الخطوات اللي راح يقوم بيها. احنا دائما نقرا ومصادر وديتا مايننج وماشين ليرنينج. يقول لي بالديتا بري بروسيسنج راح يقوم تتضمن اولا تقسيم البيانات الى اتريبيوت وليبلز. زين شنو الاتريبيوت وشنو الليبل؟ يعني هيك، يعني يجي يروح على هذه البيانات، هذا العمود اسمه ليبل، ياخذ واحد يخليه متغير. يعني مثلا هنا هذا هذا العمود الكلاس راح يخليه متغير اسمه اكس. واضح؟ متغير اسمه اكس. وهذه الاعمده كلها الاتريبيوت، هذا الاتريبيوت يعني الصفوف، يخليها بمتغير اسمه واي. واضح؟ هذا هو المقصود. اول خطوه قسم لي اياها الى اتريبيوت وليبلز. الخطوه الثانيه شو يسوي؟ الخطوه الثانيه يقسم لي اياها الى تريننج، هاي قلناها، وشنو؟ وديتا سيت. تريننج سيت وديتا سيت. اذن انا لازم افهم لما يسالوني شنو الخطوه اللي بالبري بروسيسنج راح تعمل، راح نعمل او الاله، نقول اولا تقسم ليها اتريبيوت وليبل، وراها يقسم ليها الى تريننج وتيستينج سيت. حتى نقسم الداتا الى اتريبيوت وليبل شنو الكود اللي نستخدمه احنا؟ اوكي عندي متغير راح اخلي بيه الليبل، متغير واي راح اخلي بيه الليبل. شنو الاداه؟ عندي هذا المتغير بالداتا سيت، مو نفذت عليه امر اسمه دراب. يعني شنو؟ يقول لي سوي لي دراب من هذا الداتا سيت، سوي لي دراب لايش؟ للكلاس. وخلي لي اياه وين؟ بالاكس. وهنا ايش يقول لي؟ العفو، سوي لي دراب وخلي لي الداتا سيت بالاكس. وهنا ايش يقول لي؟ خلي لي الكلاس من هذا الداتا سيت خليه بالواي. واضح؟ يعني صار عندي شنو؟ صار عندي الاكس يحتوي على الاتريبيوت والواي يحتوي على شنو؟ الليبل. وصلنا للديتا بري بروسيسنج.